دائماً لك وللمشاهدين. بالطبع رأينا نمو في أسعار النفط خلال الفترة الماضية بشكل متصاعد، حصل تذبذب بسبب فشل أو تأجيل الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك بلس للمرة الثالثة على التوالي، وكان ردة الفعل طبيعية باعتبار أن أسعار النفط تتأثر نفسياً بالتوترات الجيوسياسية، بالاختلاف في الوصول على سياسات الإنتاج. هذا طبيعي، ولكن بالمجمل نجد أن القطاع الصناعي في البورصة تأثر بشكل إيجابي بالنمو المتصاعد لأسعار النفط خلال الفترة الماضية. إذا نظرنا يعني بشكل عام لإفصاحات الشركات القطاع الصناعي خلال الربع الأول، نجد أن معظم الشركات سجلت نموا باستثناء الخليجية الدولية، ومستفيدة من ارتفاع أسعار النفط الذي هو بالضرورة يأتي يعني بسبب العودة التدريجية برفع القيود وحالة الاقتصاد الكلي بشكل عام. إذا نظرنا مثلا على سبيل المثال إلى أداء شركة صناعات قطر، حققت أرباح هي الأعلى منذ 5 سنوات، يعني مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، رفع القيود التدريجية، محققة نمو بحوالي 470%، وهو الأعلى من خلال 5 سنوات. أيضا مسعيد للبتروكيماويات، حققت نمو بحوالي 470%، استفادت خلال الربع الأول بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بنقص المعروض العالمي بسبب الموجة يعني البرد التي أدت إلى توقف عدد من المصانع. من المتوقع أن يستفيد القطاع بشكل عام خلال الإفصاحات يطلع يعني تظهر النتائج لارتفاع أسعار النفط خلال إفصاحات الربع الثاني. نعم. ولكن يعني قد لا نشهد أو يعني حاليا أسعار القطاع الصناعي ليست متجاوبة بشكل كبير مع ارتفاع أسعار النفط، ومن المتوقع بعد إعلان هذه الشركات عن نتائجها